اعزائي المشاهدين في كل بيت، اعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين، ربنا يا رب ما يقطع لنا عاده ولا يحرمنا منكم ولا يحرمكم مني، ويا رب قدرنا دايما على فعل الخير، وابعدنا يا رب على زيت الغير، وكتر يا رب من اللايك والشير، ويا رب كل رمضان نكون معاكم اون اير، وكفينا يا رب شر الظالم واللي مش فير. النهارده يا جماعه معانا فنانه خليجيه، رغم انشغالها بالفن والشهره والاضواء لكن ما قدرتش تنسى دورها الاساسي كامراه في المجتمع. ظرفتنا خمس عيال، رغم ان عمرها الفن يا جماعه 6 سنين، 5 عيال في 6 سنين، بتخلف بمعدل عيل الا ربع في السنه. تحس يا جماعه ان احنا مستضيفين ارنبه، لكن الشهاده لله، الجواز ما قصرش فيها، الامومه ما نالتش منها، لسه صلبه طولها يا جدعان، لا تلاقي ريحتها توم ولا فستانها مقشوط عليه ولا ايديها مقشفه من شط المواعين، بالعكس اللي يشوفها يقول انها لسه ما اتهنتش بسلوفانها، صوتها صوت فتاه في سن المراهقه. معانا ومعاكم ام العيال بوسة الخليج، المرأة التي ضربت الرقم القياسي في السيزيريان، هنادي الكالدري.